خلنا نروح وياكم للتقنيات اللي من شأنها مساعدة الإنسان في تلقي العلاج والتشافي من الأمراض وعمل الفحوصات الدورية. والحقيقة لاحظنا في الفترة الأخيرة أن الابتكارات التقنية في مجال الطب أصبحت كثيرة، شيء يبشر بالخير أكيد. فقد نجح جهاز جديد بحجم حبة الدواء يمكنه مراقبة العلامات الحيوية المنقذة للحياة بأمان من داخل المعدة، اجتياز التجارب البشرية الأولى بنجاح. وقد تم تصميم الجهاز بحيث يمكنه مراقبة العلامات الحيوية مثل التنفس ومعدل ضربات القلب من داخل الجسم ونقل البيانات من جهاز خارجي مثل الكمبيوتر المحمول. ويقول العلماء الكبسولة لديها القدرة على توفير رعاية منقذة لحياة الأشخاص المعرضين لخطر جرعات زائدة من المواد الأفيونية، خلنا نقول. لكن كيف تعمل هذه الكبسولة وما مدى نجاحها وفعاليتها؟ نتحدث مع ضيفنا عبر الهاتف الدكتور عماد فياض، استشاري أمراض الجهاز الهضمي. يا مرحبا وسهلا فيك في مساء الإمارات. أهلين، حياك أخوي، سعد مساكم. يا مرحبا يا دكتور، نورتنا. دكتور، أنت طلعت على هذه التقنية أكيد، خبرنا عن مدى فعاليتها، كيف عملية استخدامها؟ هلا بالنسبة للتقنية، تقنية جديدة هاي، وتحت ما زالت تحت الدراسة، يعني هم يأجروها على الحيوانات. نعم. أكثر شيء على الخنزير، لأن الخنزير قريب يعني الجهاز الهضمي منه من البني آدم. وبعد ما نجحوا وشافوا إنه النتائج ممتازة فيها، جربوها على حوالي 50 مريض متطوعين. طبعاً هي عبارة عن كبسولة، أساس الناس يفهموا شو المشكلة. هي عبارة عن كبسولة مثل قد حبة الدواء اللي هي سهلة البلع، ممكن يبلعها الإنسان. وهي عادة الكبسولة توصل في المعدة. بنعرف أن المعدة هي عادة في القسم الأيسر من البطن، قريبة من الحجاب الحاجز، قريبة من القلب. نعرف أنه القلب فوق الحجاب الحاجز، وفي عندنا الرئتين فوق الحجاب الحاجز. فالمعدة أقرب شيء على الحجاب الحاجز وعلى الرئتين وعلى القلب. فقالوا ليش ما نستغلها ونعمل دراسة على معظم المرضى اللي بصير في عندهم انقطاع في التنفس. هلا عادة في كثير مرضى بيكون في عندهم التنفس الانسدادي أثناء النوم. نعم. وهذا على ملايين من البالغين حول العالم. وهاي الحالة المرضية عادة مجرى التنفس العلوي بيكون مسدود جزئيا أو كليا أثناء النوم. وعادة ما بيكون المريض يغطون المصابون فيه بصوت عالي. مرات بيستيقظوا خلال النوم في ضيق التنفس أو انقطاع في التنفس. وهذا عادة يقلل من معدلات الأكسجين بالدم، ويسبب عادة شعور بالتعب والإرهاق. وبتتفاقم الأمور هاي، مرات بتزيد مخاطرها من ارتفاع الضغط وسكر أو الإصابة بالسكتة الدماغية أو أمراض القلب. ويؤدي عادة أنه ممكن أنه يؤدي إلى ضربات قلب غير منتظمة بسبب نقص الأكسجين. نعم يا دكتور. ذكرنا تفضل كمل. تفضل دكتور. فعامة عشان ندرس الحالة هاي، المصابين اللي بهاي الحالة المرضية بيحتاجوا أن يذهبوا لمختبر النوم. تعرف مختبر النوم عادة في اتصال بأجهزة خاصة، وعادة بتكون أثناء النوم لمراقبة حالتهم بغرض التشخيص والعلاج. فالمريض عادة بيكون موصل بوايرات في المخ، في الرأس، وعادة بيكون في الجهاز التنفسي. فيعني باستطاعتك انك تتخيل المريض كيف بده ينام بالحاله هاي. وبالاخص انه لازم يروح على مستشفى او مختبر النوم ويقضي ليله كامله، وعاده يكون متصل بالاجهزه اثناء النوم لمراقبه الحاله بغرض التشخيص والعلاج. فكانت الفكره ليش ما نحاول نساوي شيء يكون اسهل، فكان الاختراع هاي الكبسوله. جميل جدا يا دكتور، لكن نحن تحدثنا عن تجارب قام بها العلماء على هذه الكبسوله، هل هذه التجارب قاموا بها على البشر ام على الحيوانات المتعارف عليها يوم هم يخترعون شيء يقومون بهذه التجارب عليها مثل الخنزير، الفئران، الارانب؟ هلا هاي التجربة نجحت، الدراسة كانت هي دراسة مشتركة أجراها شوية باحثون من مستشفى بيلينغهام والنساء بكلية الطب حتى في جامعة هارفارد وفي ويست فيرجينيا في الولايات المتحدة. قاموا هم بتطوير جهاز لاسلكي على شكل كبسولة إلكترونية. الكبسولة هاي قابلة للبلع والهضم، والبلع سهل جدا، وهي بتعطيك العلامات الحيوية لحالة المريض. طبعا هم جربوها أول شيء على الخنازير. نعم. لأنه تعرف أول شيء الدراسات تجرى على الحيوانات. بعد ما تجرى على الحيوانات وتشوف أنه فيها good results ونتائج جيدة،
ساعتها تنطلق الدراسة السريرية تجريبية على البني آدمين. طبعا هم شملت الدراسة 10 أشخاص كانوا يعانون من انقطاع التنفس في أثناء النوم. وشافوا أنه عملوا دراسة ما بين الكبسولة، دراسة الكبسولة هاي كيف تعطيهم المعلومات، ودراسة المرضى لعشر مرضى كمان، عملوا مقارنة ما بين هذولا اللي أخذوا الكبسولة ومرضى ثانيين 10 اللي كانوا يخضعوا للامتحان زي ما ذكرنا سابقا في غرفة النوم والأسلاك المتصلة في الدماغ وفي الرئتين، ولاحظوا أنه تقريبا 95% من النتائج متقاربة بين الفحصين. كل الشكر أكيد يا دكتور على هذه المعلومات وهذه التحليلات حول هذه الكبسولة وكيف تم الاختبار عليها. كل الشكر يا دكتور.